حضوريا للمتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر وغيابيا للباقين. اولا بمعاقبه كل من ميسره محمد عبد الحكيم او محمد عبد الحكيم حامد للسجن المشدد لمده 15 سنة عما اسند اليه. ثانيا بمعاقبه احمد رمضان محمود الدالي للسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه. ثالثا بمعاقبه احمد حمدي عبد الحليم فهيم للسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه بجنود الاتهام. ثانيا وثالثا وسادسا. رابعا السجن المشدد لمده 7 سنوات لكل من علي محمد احمد البدري عما اسند اليه بجنود الاتهام. ثانيا وخامسا وسادسا. محمود الصباحي محمود سليمان عما اسند اليه ببندي الاتهام. ثانيا وسادسا. عادل خلف عبد العالم خلاب عما اسند اليه ببندي الاتهام. ثانيا وسادسا. ابراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه ابراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ عما اسند اليه ببندي الاتهام. ثانيا وسادسا. صلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفى الشويخ عما اسند اليه ببندي الاتهام. ثانيا وسادسا. احمد محمد الحسيني عبد الباقي عما اسند اليه ببندي الاتهام. ثانيا وسادسا. خامسا بمعاقبه الحجر حازم محمد عبد الحكيم حامد المتهم التاسع حدث اكثر من 15 سنة السجن لمده 7 سنوات. سادسا ايداع الحجر معاذ محمد عبد الحكيم حامد المتهم الحادي عشر والذي لم يجاوز سنه 15 سنة ميلاديه كامله احدى مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. سابعا بالزام المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر بالمصروفات الجنائيه ومصادره المربوطات. ثامنا وضع المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر تحت مراقبه الشرطه لمده 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مده العقوبه المقضي بها. تاسعا ادراج المحكوم عليه عدد طفلين التاسع والحادي عشر على قائمه الارهابيين. عاشرا الزام المحكوم عليهم عدد طفلين الحادي عشر بالاشتراك في دورات اعاده التاهيل لمده 5 سنوات. بند الحادي عشر ببراءه كل من علي محمد احمد البدري مما نسب اليه ببند الاتهام سابعا. محمود الصباحي محمود سليمان مما نسب اليه ببند الاتهام سابعا. احمد حمدي عبد الحليم فهيم مما نسب اليه ببند الاتهام رابعا. عادل خلف عبد العال غلاب مما نسب اليه ببند الاتهام ثالثا وثامنا وتاسعا. ابراهيم عبيد الشويخ مما نسب اليه ببند الاتهام ثالثا وتاسعا. صلاح عيد الشويخ مما نسب اليه ببند الاتهام ثالثا ورابعا. احمد محمد الحسيني عبد الباقي مما نسب اليه ببند الاتهام سابعا. معاذ محمد عبد الحكيم حامد مما نسب اليه ببند الاتهام سابعا. رفعت الجلسه. رفعت الجلسه.